قلنا بسم الله توكلنا على الله. شيك الانقاذ، انا ابي قلم اذا في قلم يا جماعه الخير. قلم؟ اي قلم يا شباب، اشتروا له قلم يا شباب. ابي اكتب اوقع بس على الشيك، يعني تعرف هو الشيك الثاني كيف؟ لا ماني كاتب الاسم. القلم اللي اعطيتني اياه مش القلم اللي حطيتك ما يكتب الا قصايد، انت كاتب اسمك. بس قوي جالس اوقع بس دقيقه. التف هناك، روح هناك. ناحي سم، يلا في احد كنا طلع هناك ولا وين راح ولا؟ يلا توكل على الله. يا حبيبي شيك الانقاذ لهذا الاسبوع. ايه تعالوا تعالوا من هنا خمسة ويساري خمسة. هنا نجي قدام شوي اذا بس يسمحون لان في اضاءة. نجي هنا يلا. تعالوا خمسة يسار وخمسة يمين يا جماعة الخير. لا ما سجلت الاسم بس وقعت. بعد شوي ابي اوقع. وازع من اليسار ومحمد بن ملحم، نواف بن فرزان، نواف العرماني، وركان السهلي، ومن اليمين مناحي الاسلمي، محمد الطوالة، محمد المسردي، وعلي الشمراني، وبندر العلي. شيك الانقاذ لهذا الاسبوع والذي يحمي المتسابق من البرايم واللي ما راح يكون مع عادل بن هيف على المسرح هذا. شوفت كافضل الله يطول عمرك يا حبيبي. الله يسعدك. يعني متى بشيك الانقاذ؟ لا اقول فقط سعاده يا حبيبي. شيك انقاذ وقهوه وشاهي غيرك احزان وهموم بكره تعرفها صاحب فقرتي الاصليه، يعني تزعلكم دائما. خصم 5000، اخصم على خويك 2. زين من ناحيه الاسلمي المشاعر يعني عندك اليوم حلوه بعد ما يعني تواصلوا معك اهل حفر الباطن وعيال العم. اللهم لك الحمد. محمد الطوالة شيخ القريه لهذا الاسبوع. حبيبي يا مرحبا، اتشرف بك. وصاحب شيك الانقاذ الاسبوع الماضي، اللهم لك الحمد، محمد المسردي الذي حصل على شيك الانقاذ لمرتين او مره واحده، مرتين مره ومرتين، اي مرتين في صاله التميز. اللهم لك الحمد. ساهل واللغة عليه واحد للظروف، عوضناه بالاسبوع الثاني. وعوضناه بالاسبوع الثاني. علي الشمراني صاحب الحظ السعيد في المسابقات واللي دائما يدخل معنا في صالة التميز. الله يطول عمرك. بندر العلي اللي دائما يرافقنا في رحلة صالة التميز ايضا. ركان السهلي الملقب ب يعني بما يحلو لجمهوره بالركن. وحصل على شيك انقاذ واحد وحيد صح؟ واحد. اما نواف العرماني دخل معنا في صالة التميز لاكثر من مرة لأعلى مبيعا في فقرة المستثمر. نواف بن فرزان دائما يدخل في هذه الصالة ويستمتع بها ويكون مرافقا لعبد الرحمن الكليب او مصطفى الجبيلي في هذه الرحلة. اما محمد بن ملحم على ما يواجه من صدمات، لا لانه صامد، انا بسميه محمد بن ملحم الصامد. وازع الهشال معك زود ابو عبد الله شيخ الاستثمار لهذا الاسبوع. شيخ الاستثمار لهذا الاسبوع هو شيك الانقاذ. احب اسحب عليه. ليش فيك متوتر؟ لا والله راسي يعودني والله. شيخ الاستثمار لهذا الاسبوع هو وازع الهشال ويستاهل. مزبطين سيليا الشباب، محمد المسردي و ايه زلم وازع زلم ابو عبد الله ثيابه ما ينخاف عليه. طيب خلنا لي وحله يعني اسوي فيها كذا عادل هيف كذا لو سمحت اخوي السبحه.
ما احبها ها رجاء ما احبها رجاء حركه الاصبع لو سمحت السبحه يعني لانها تضايق الجمهور الكريم شكرا محمد الطواله تعرف تسبح انا البحر ضيق لما جاء المشكلة ما عندي شيك اخذه وشقه محمد بن ملحم المرة الجاية المرة الجاية عرفت تواجدنا على الطيب في كل يوم لو سمحت السبحة يعني لانها تضايق المشاهد الكريم حطه بجيبك؟ اي تسمح لي لا لا يا ما اسمح يعني مرة ثانية المبروك لصاحب شكل القادري هذا الأسبوع والذي حصل عليه بجدارة واستحقاق أحسني سمعت الاسم لا إنه يعني كلمة أحيانا لما يجيني واحد يتكلم بالأربيز وما هو أي واحد يا جماعة الخير سمعت قال لي توي بعدين قال لي بلغيه قال لي إيش بلغيه ولكن منه ليش يلغيه ما أعرف قال بيلغيه ما حد عنده سبحة يا جماعة الخير الرجال اللقطة لا لا خلاص نسوي إعادة إعادة لو سمحت يعني المشاهد الكريم يعني كيف طال عمرك الجمهور يعني يتضايق من السبحة ابشر طال عمرك تعرف تسبح؟ ألف مبروك لصاحب شيك الإنقاذ لهذا الأسبوع بجدارة واستحقاق حصل عليه واللي بينجيه من هذا البرايم وسيقضي أسبوع كامل جديد بمعنويات مختلفة بأصداء جمهوره برحابة صدره ألف مبروك وهو يستاهل بلا شك لأن الاختيار كان لدى الجمهور ويستحق ألف مبروك لمحمد الطوالة هلا يا هلا في كل الوافق يا هلا وكل قلب صافي هلا والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامنا في شاذلية ضيفنا يا الله حية يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو الحماس من البداية يا البزنس لين تتويج النهاية يا البزنس للتحدي فيه راية يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا هلا في كل وافق يا هلا وكل من لقلب صافي هلا هلا فيكم اتنا كيف؟ والله اني ما اسمع شيك موقع عليه ابو عبد الله تعيش ابو عبد الله ابو عبد الله خلص علينا بشيكنا خلاص انا يلا انكتب الاسم هذا معك عشان لا تنسى تسلم ابو عبد الله كانه كيف؟ بسم الله عليك بسم الله عليك اسمعك اسمع الف مبروك شكل القاضي لهذا الاسبوع كان طيب كان طيب صوره مع الدوله المبروك للمره الثانيه وتستاهل شيخ القريه وشيخ وشكل القاضي من نصيبك اللهم لك الحمد ايه تفضل تفضل تعالوا ناخذ صوره اخيرا خلاص شكل انت
هلا بعد روح تعيش محمد قل يلا يلا تصير تصير نشوفكم على خير في امان الله برنامج ما لا مثيل تبغى الدليل شوف الدليل في صالة التميز في صالة التميز صالة التميز في الوعد تعال وخلك مستعد وش ودك تحقق بعد في صالة التميز في صالة التميز إبداع منقطع النظير تحمل من الشيء الكثير مع الكلام تشوف غير بصالة التميز بصالة التميز أول شيء اللهم لك الحمد للمرة الثانية على التوالي خذيت الشيك هذا كله بفضل الله ثم فضل دعم الجمهور لي دعم أهلي والله اللي ما قصرتوا بدعمكم ووقفتكم معي وقلتها أول مرة وأقول المرة الثانية أنا اللي جيت بأحلامي وأنا مبداي وأنا اللي لا منها لمع نجم السماء طلته فأبشروا والله بسعد وبتشوفون شيء يعجبكم بقادم الأيام شكرا لكم.